مدام كريمة بعدك مش مستوعبة اللي قلت لك عليه. نصيحة مني، لازم نبدأ بالعلاج على طول. الكانسر من غير علاج بيزيد، ما بدنا نوصل لهيدي المرحلة. مستشفيات الكانسر كتير متطورة بمصر، ونسبة الشفاء فيها كتير عالية. نسبة الشفاء قد إيه؟ من 30% لـ40%، بس على الأكيد بتزيد مع الوقت. مين بيعرف؟ إذا ما تعالجتش إيه اللي هيحصل؟